السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بسلسله جديده ولعبه صدقوني يا جماعه الخير من افضل العاب الرعب، وهي لعبه اوتلاست. يعني صراحه جماعه الخير زي ما شفتم مؤخرا الحمد لله ختمت اوتلاست الجزء الاول، صراحه كانت تجربه جدا جميله ودعمكم فيها كان جدا جدا جميل، فمن كل قلبي شكرا لكم، اتمنى تصلون دعمكم. وبالسلسله دي يا جماعه الخير راح نلعب اوتلاست الجزء الثاني. شوف انا الجزء الاول قد ختمته قبل كذا فكرة يا جماعة الخير، بس لكن الجزء الثاني ابدا ما قد ختمته. لعبته افتكر وصلت في والله مو مرة بعيد زمان في كيف، بس لكن ما ختمته الجزء الثاني، بس لكن ان شاء الله بالسلسلة ذي راح نختم الجزء الثاني. فاتمنى دعمكم، ضغطكم على زر لايك والسبسكرايب واي دعم يجي منكم جزاكم الله خير. والسلسلة اللي سويتها قبل دي يا جماعة الخير لعبة نوري صراحة يعني ما راح اقدر اكملها بالوقت الحالي عشان يعني الترجمة لسه ما كملت بنسبة 100% باذن الله، لما راح تكمل مصير باذن الله راح ارجع اللعبة الجميلة ذيك وراح نختمها ان شاء الله. بس لكن دحين راح نختم لعبة اوتلاست الجزء الثاني، اتمنى دعمكم يا جماعة الخير، واتمنى تكتبوا لي بالكومنت رايكم بلعبة اوتلاست 2. خلونا نعرف رايكم عشان صراحة قبل اي سلسلة ابدا دائما اسألكم اذا اللعبة عجبتكم ولا لا. فخلونا دحين نبدا اللعبة يا جماعة الخير بسم الله. واللعبة يا جماعة الخير مترجمة بالقوائم والحوارات، اللي مسوين الترجمة اللي هم جيمز ان ارابيك، هذول صراحة يا جماعة الخير انا رايي يعني من افضل الفرق يعني اللي تسوي ترجمه صراحه، يعني فريق محترم عارف كيف. هم اللي سووا يا جماعه الخير ترجمه سكيرو، تذكروا سكيرو لما لعبتها مترجمه يا جماعه الخير كانت ترجمه اسطوريه والله، كانوا من الشركه هم اللي سووها، فدحين كمان هم اللي سووا لعبه الترجمه حقت اوتلاست الجزء الثاني. فخلونا نبدا يا جماعه الخير، جدا جدا متحمس جدا جدا متحمس للجزء الثاني. يعني زي ما اقول لكم بصراحة الجزء الثاني ما قد ختمته. اوه عاد الكاميرا بالجزء ذا يا جماعة الخير مستواها اعلى. مو الخرد اللي كنا فيها الجزء الماضي. هذه عاد كاميرا Oh,
كيف كذا احنا فين دحين؟ والله ما ادري كيف الهليكوبتر اللي كانوا فيها طاحت. والله بس جدا متحمس للجزء الثاني، يعني الجزء الاول والله صراحة كانت تجربة يا جماعة الخير جدا جميلة. فباين الجزء الثاني يعني زي ما تقول هي طوروه بشكل اكبر. هذا مين؟ والله ما ادري. البطل اللي كنا نلعب فيه يا جماعة الخير، المحقق اللي كنا نلعب فيه الجزء الاول، يعني اكيد كلكم عارفين نهاية الجزء الاول قتلوه، قتلوه والله بطريقة وحشية المسكين، طلقوا عليه برصاص. فباين اللي قاعد نلعب فيه فيك بطل ثاني. بحاول اجري الصراحة بس مو راضي. احنا من مدرسة اظن. هذه مين دي؟ الصوت ردي. واضح انه كان يتخيل الفكرة يا جماعة الخير. وهذا عاد اللي من جد يعني لما طاحت الهليكوبتر. يلا طيب فين طحنا احنا؟ اعثر على لين. هذا بين الحرب اللي كانت معاه. في الجزء الماضي يا جماعة الخير كان جوة زي ال فين مصحة نفسية، بس الجزء ذا اعتقد انه بالغابة. ذكروني صراحة بلعبة لعبتها مؤخرا، لعبة رعب اسمها بلير ويتش، كانت كذا بغابة، مرة كانت لعبة حلوة. ما ادري كيف تجري، يعني زر كل شيء زي بعض، ما عاد زر الجري ما ادري ليه صار مختلف. دحين في تصوير كذا. تم تسجيل الفيديو. استعراض اللقطات. اوكي. يعني بالجزء ده يا جماعة الخير خلوا الكاميرا لها دور اكبر، عارفين؟ تصور اللقطات وكذا. طب ايش استفدت اذا يعني اشوف الفيلم ده؟ She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. اوكي. ممكن عايشة لسه ما ماتت. هذي. اوكي هذي. No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! اوكي اللي يجري كذا. اللي هو يا جماعة الخير زر L3. شوف الرؤية الليلية. حلو حلو. لا صراحة زرار التحكم بالجزء ده صدقوني أفضل. والله طيف هذا مين اللي مقطعينه وطبخينه. والله طيف. كمل دحين. اوه البطارية كمان. ما ادري الكاميرا دي كيف نظامها، البطاريات ولا شحن. تخيلوا شحن، تجي شوية تقعد تشحن الكاميرا بعد تكمل لعب. اكيد مو كذا النظام، اتوقع لازم نجيب بطاريات. شوف المدينة دي. والله سريع تصدقون عكس الجزء الماضي. حلو صراحة منظر اللعبة كذا بالليل. نفس النظام بالجزء الماضي كذا نطل.
صراحه اشوف بالتعليقات يعني تقول عبد العزيز اللعبه يعني بعض الالعاب اللعبه يا جماعه اخر تكون ظلام، تقول عبد العزيز يعني اللعبه ظلام، صدقوني رافع الاضاءه بس لكن يعني هي اللعبه هي يعني هي نفسها كذا ظلام، فاتمنى يعني انه مو ظلام يعني بزياده عندكم. صدقوا رفع السطوع والله ذاك ما ادري مين. خلينا نشوف ايش فيه، بس ما اعتقد انه واحد مسالم ولا هذا حصان ميت. ذكروني يا جماعه الخير، ذكروني بريزديفل فيليج والله القريه دي كذا، ذكروني بريزديفل فيليج. حلو ده، دق الباب شوي افتح وادخل. مدري مين يطلع ده، ولا هذا مين قاعد صارخ. اوكي يا جماعة الخير كذا نستخدم اللي هي الضمادات اللي كيف، لست بحاجة استخدام. اوكي اوكي يعني صحتي تمام بس قدام ما راح تصير صحتي تمام. كيف هنا لو نبغى نختبئ ابدا ما يجي الشيء ذا، احسه صراحه صعب التجربه كي تكون خايف. افضل شيء خلاص نشرد او نواجه اذا نقدر. حلو نفس نظام الجزء الماضي، بطاريات طلع اليسار. شوف كيف كذا نستخدم الاسعافات يا جماعه الخير، كذا نستخدم البطاريات مره شيء حلو يعني بدي تطور الجزء ذا أكثر بكثير من الجزء الماضي. أو في جزء ثالث كمان جماعة الخير راح ينزل إن شاء الله. يعني أعلنوا عنه شركة اللعبة. بس والله ما أدري متى بينزل. أتوقع ممكن والله ما أدري، هم دائما العبوا بينزلوها بأكتوبر. فأكتوبر بسم الله. والله قاعد ألفلف كذا كأني بالغابة السعيدة، لازم انتبه. هذا مين ذا؟ اها ومسلح يخرب بيته. الباب ذا مفتوح، كانك الاختباء. اوكي طلعت انا دحين، اعتقد اني ماشي صح بس ما ادري ذاك مين يطلع. لكن شكله ما يبشر بخير يا جماعة الخير، شكله ما يبشر بخير يا جماعة الخير. الله يستر منه. ونزعت حتى الله يستر. ايش الرسالة دي؟ جهز السكين، يقول له الطفل قادم، الطفل قادم. يا ساتر يا لطيف. وكمل على تحت. هذا اوه يا ساتر. اوكي في طريق من هنا، والله بطارية بتخلص يا جماعة الخير كيف كذا، والله تخلص بسرعة بالجزء ذا بس ان شاء الله قدام. ما ادري اعدي كذا، الا والله ما ادري. اوكي خلنا نكمل على هنا. ليه يقول لي بطارية؟ هذه مين قاعد تهرج ذي؟ هي شافتني ولا ايه؟ والله خذ كي
يا ساتر. لا والله نهتري. كيف كذا والله فجأة لقيتها بوجهي. اوكي اخذ البطارية. والله صراحة جمعت خرمت هنا اكثر من مرة. انا اتوقع لازم اجيبها هنا. لازم اجيبها هنا واحاول اضيعها هنا. اتوقع. سريع الله ياخذها والله مرة سريعة. تعس. اوكي والله ماني داري من فين بتيجي. ويلك والله تفجع والله. ضيعت انا. اشوف هنا ايش فيه. ايش لازم اجي؟ من تحت. ادخل. اوكي الحمد لله فلتنا منها. خذها والله قتلتني كثير ترى. هذه انا ليش ابغى اسحبها؟ كنت تحتها في شيء؟ اسحبها. وريني كيف شو؟ من هنا؟ اه ما اعتقد من هنا. اوكي. حلو حلو طلعنا. كم بس احط الكاميرا؟ بعدين لازم اصور. حلو حلو صورناها. طيب شو الظلام ده؟ كيف كذا هذا من اللعبة نفسها ولا ايه؟ الا باي من اللعبة نفسها. خذها والله نفسي اقتلها. استغفر الله العظيم الكلام اللي قاعد يقوله. خلنا نشوف ايش فيه. يعني احنا الى الان لازم نلاقي اللي هي لين. فايند لين. نوثينغ ماترز بات لين. خلنا بس اعالجه. تحس بحاجه اوكي. خبر انه مصاب. الطريق من هنا بس خلنا نشوف ممكن في بطاريه. لا لا ما في شيء هنا. طيب اختباء ليه؟ والله شكله راح اشرد الحين. شو المكان ده؟ انا جيت هنا. طب بدري خلنا ندخل هنا. بس اشوف كذا ايش في بالبيت في البداية. كيف ابغى اسمع الكلام كذا يقول لي؟ اي في اثنين يا جماعة الخير. كيف كذا؟ كيف تبغى اشرد من عندهم؟ قفلت الباب وجهه. اي والله جيت بدخل اقسم بالله. اوكي افضل شيء يكون قدامي. خذوا مني العلم. اي والله جاي. معقوله ما شافني؟ والله ما الظاهر انه شافني. لا يا ساتر والله فجعوني. Get
نايس. شو المكان ذا؟ شو القرية المجنونة ذي؟ والله ما ادري بفر الطريق. هل كان في فتح من هنا ولا من هنا؟ لا والله من هنا. الفيديو لازم نصورها. بس نصورها. شكرا لازم نصورها. مكان غريب صراحة. وهذه لين قاعد نبحث حلنا هنا. خير لقيناها. بس ما ادري كيف تدخل. اوكي شكله من هنا. لطيف المكان ذا جدا مرعب. هذه السجون كيف كذا؟ افتح السجن. اعتقد لازم في سجين معين ممكن نحرره. اوكي ابغى اذبح من هنا. هذا شفنا صورته قبل كذا. اتوقع ممكن الزعيم اللي نواجهه بالنهاية. تخيل. خذ احنا نطلع من هنا وننقذ لين. والله بس يا جماعة الخير يعني الأعداء بالجزء ذا عكس الجزء الماضي. الجزء الماضي مدكته كلها كذا ضربة ضربتين صراحة يعني وما تموت. أما بالجزء ذا صدقوني هذيك يمكن بضربة كانت تنهيني فينا الحرمة ذيك الوحش. والله السجلات كثير فا صدقوني ممكن راح تشوفون يعني أسحب على بعضها. أنا هو مو لازم كلها. مجنون ده. اوكي اوكي باي ماشي صح. اوه هذه هي لين. Oh God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Blair. We have to run. Hey. لازم نجري. كفو هذا الصح. نخاف سلم يا جماعة الخير. شرد اشردي. والله ما وقت الهروج. Away from here. Anywhere but here. يقعدوا تمشوا كذا لما يجوكم. اجروا خلاص. Oh God. What is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. I have to stop. I need. Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Lynn, no.
Please don't ask me. This evening, after all these years, they're coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination I don't know. Myself. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. وخلص يا جماعة تأخر دي حق كل عالم يطلع من هنا. هذا فرم عليك ميكروفونات ذا. Stay back! Move it, Gentile. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you... No! No! You motherfuckers! No! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Fuck you! قتلوها ولا ايه؟ والله اعتقد قتلوها. Jesus. Jesus God. Fuck were they? Called them heretics. They called Lynn mother. والله ما ادري فينها. It's two sides. اعتقد اخذوها. Something else. نكمل دحين. ادري من يطلعوا المجانين ذولي. دس كذا يا حبيبي اشرد اشرد يا اخي مدري كيف شافني كيف لازم ادخل هنا مدرسة دحين Music class. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. والله ما ادري ممكن قاعد اتخيل Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here
here. I thought this couldn't get any worse. Okay, okay, الباب ده مفتوح. اوكي مكتوب اكزيت. بخرج يا جماعة الخير. حلو حلو خرجنا. الجري لفترة طويلة سوف تستنزف قوتك. اوكي لازم تنتبه ما تحمس. بس هل ذا المخرج؟ اوكي من هنا المخرج. You're him, ain't you? The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he put in her, was might the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. فهذا باين على واحد من السالمة جماعة الخير. فركب خلنا نتبعه. بس لين هذيك صراحة ما أدري صار عليها. صراحة يعني واضح ان الجزء ذا كيف اصعب ومرعب بشكل اكبر. يعني الجزء الماضي كان مرعب ومن اكثر الالعاب المرعبة. بصراحة الجزء ذا يعني زي ما انتم شايفين صراحة لاني اشوفه مرعب بشكل اكبر واصعب شوية. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I should head down to Ruth's cellar. I'll get down there. You can hide until you're fixed up. صراحة طلع فيك قاعد يساعدنا بشكل كبير. It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. كيف قال ريح هنا؟ خلوا بس اشوف والله ما ادري كيف اجيب القائمة حقت اللي نقدر نستخدم السحابات. اعتقد انه خلاص تمام لازم اعالجه. خلونا ننام. نام يا جماعة الخير. ان شاء الله ننام لنا الصباح. والصباح رباح. كيف فزي ما اقول لكم يعني صراحه اللعبه الجزء ذا والله مبدئيا صراحه يعني احسه مرعب بشكل اكبر. Coming. He's here! Oh, get out!
prisoners cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. هذه الحرم اللي كانت تلحقنا. راح ياخذ عرفتها من صوتها. Prophet, don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Noth questions even now other heretics at chapel. God will guide. الله. يا ساتر قتلته. لو ما تنقتلها. You sin when you deny the prophet your daughter. You sin since to deny. Wait. Please just let me talk to now. No. The outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God, don't hear dead men. يا ساتر استر. والله قتلته قتل. I hope you find your daughter. You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. الله يعطي العافية صراحة من جد يعني شكرا. يعني ما عرفك ما بلغ علينا جماعة الخير. خلنا نشوف إذا عنده بطاريات. لا والله ما نشوف أي بطارية. خلاص خلنا نطلع من هنا. أوه هنا في بطارية حلو. هذه رسالة من واحد اسمه إيثن. ما أدري ممكن نشوفه قدام. من الحين يمين ولا يسار يا جماعة الخير؟ ناخذ يمين. مش كذا الحين انا ما ادري ايش لازم اسوي والله. حلو حلو اذهب الى الكنيسة. طب من فين الكنيسة؟ من هنا يمكن؟ هنا ما في شيء زي ما انتم شايفين. ما ادري كيف فيه. الا والله فيه. خلنا نروح. طيف. والله اعتقد زي ما يشوفوني. فين الكنيسة طيب؟ من هنا صدقوني من هنا. ساتر. ترى الطريق له من هنا. لا ذي ما اكرهها. يا حبيبي في واحد هنا كمان. تاخذ الطريق من هنا. حلو حلو ماشي صح. بطارية هنا. تاخذ الطريق من هنا يا جماعة الخير. من هنا شايفين من هنا. لازم اوصل للمنطقة دي اللي قدامي. ان شاء الله ما الاقي احد بوجهي.
حلو حلو. من هنا هي ذي الكنيسة؟ والله ما ادري ايش في هنا، بس واضح شيء مهم. ممكن اكمل دحين. والله ما ادري فين كانت ذيك، كانت هنا يا جماعة الخير، وانا جيت وشفتها. الله ياخذها. كيف ما شافني ذا؟ ممكن ما يشوف؟ والله ما ادري، بس ابشركم ما شافني يا جماعة الخير. يا اخي طب يلا اوكي. والله اتوقع المهمة دي كان المفروض انها تكون اصعب من كذا. الحمد لله وصلنا هنا. الله ياخذك ياخذ وياخذ ابو شكلك. لا اثنين يا الله، والله كنت قريب قريب مره اشرد منهم. ما ادري من فين بيعدوني. حلو من هنا كافو. كم واحد انتم؟ انا ذا اللي شافني، هذا الله ياخذه. يا الله بتجي علي. طبعا من فين اروح؟ المشكلة ما شفت اي مخرج انا. الله ياخذك وياخذ ابو شكلك. ها هذا لازم تدفه يا حبيبي. ليش ابغى ادفه انا؟ عشان تطلع من هنا يا حلو. اوكي يا جماعة الخير الحين عاد لازم ننتبه. لازم ندس. والله ما احب الدس بس لازم ندس. اوكي ان شاء الله يخرج ذا. اتوقع هذه فرصتي. انتبه في واحد هنا. ان شاء الله لحق دفها. جوز انقذك جوز. يا اخي المفروض تجيبها هذه. اوكي جابها جابها، هو ماسك الكاميرا البطل. الله كفو جابها. شو الحبل ده بانه مهم، بس خلينا نشوف في بطارية هنا. تحت الاثنين اللي كنت احاول اشرد منهم. ان شاء الله ما اطيح. اوكي خلو نكمل. ولازم لازم اعالجه يا اخي. متى تبغى تعالج نفسك طيب؟ اي ما ادري اكيد اني يعني من المصاب دحين. خلاص خلنا نكمل، بس خلنا نشوف ايش في على السريع. يعني الكنيسه اللي نحاول نوصل لها بالفيلج بالقريه. اعتقد من هنا القرية نروح لها.
was that? يا ساتر ما شفت الحفرة. كان لازم انقز. اوكي يا جماعة الخير. هنا ما يمدينا نجيب النقزة ذي. فهو يقول في طريق ثاني. شايف طريق من هنا. كيف نطلع فوق؟ والله ما ادري. اها بطارية. والله ما ادري كيف تطلع فوق، واضح لازم تطلع فوق. من هنا؟ اوكي من هنا الحمد لله. بس اطول كذا على فوق عشان اعرف كيف يطلع على فوق. ها هنا. بعدين هنا. شوف اثار دم هنا، باين انه في احد دوبه مشي من هنا. الصراحة جماعة الخير انا من افضل العاب عند العاب الرعب. تعجبني والله. اكيد يعني افضل العاب رعب عند اللي هي سلسلة ريزيدنت ايفل. صراحة أنا ما قد شفت أحد ما يحب ريزيدنت ايفل، يعني اللعبة ذي بالذات الكل يحبها. اوكي من هنا، والله طويف الظلام. والله اللعبة ذي صراحة الجزء ذا قصدي ظلام بزيادة أكثر من الجزء الماضي. هذا معبد يا جماعة الخير مو كنيسة. احنا اللي نحاول نوصلها اللي هي الكنيسة. متى يجي من النقزة ذي؟ والله ما اعتقد متى. اما ذي متى اللي من هنا؟ الحمد لله ما استعجل. والله كان المفروض يجيبها، ما ادري ليش ما جابها. انا كان المفروض اجري بزيادة، نقصت بدري انا. صدقوني يجيبها هذي. اوكي هذه المرة جابها كفو. الحمد لله معي بطاريات كثير فوضعنا بالسليم يا جماعة الخير. هذي لين دي اللي قاعد تهرج؟ مين الشنقينة هذي؟ كيف كذا؟ كيف اختفت؟ والله ما ادري. مدري ليش بعض الاحيان لازم تصور كذا. عارفين يعني فيديو قصدي تسجل يعني، مدري ليه. خلونا نروح نكمل. هذه هي القرية. والله ذكروني أول ما تبدأ بريزنت ايفل فيليج، فاكرين بالله. موسيقية تجي القرية كي من فوق تشوفها تحت. اوكي واضح ذحين من هنا. مين ده اللي هنا؟ في احد هنا اعتقد. بس دوب غادر. اشوف ايش عندنا هنا. المزيد من اطفال القتلى. يا ساتر. الدمية دي انا كني شفت زيها قبل كذا.
مين ذا؟ راح مدري مين يطلع. هذا مدري مين اللي قاعد يشوف صوره بزيادة. هل عندكم بطارية هنا؟ ما اعتقد عندهم. اجا خلاص خلونا نطلع من هنا. اوه الباب ذا ما بدنا نفتحه. على فوق طيب يا جماعة الخير. خش فين ايش في؟ اكيد في بطارية. ساتر شكرا على كل ده. يخاف انسان. اها اوكي. واضح الطريق من فين يا جماعة الخير. بس خش في الباب ده. هل مداني افتحه؟ اوكي فكه. فك منه يا جماعة الخير الباب ما ينفتح. اجا خلاص معناته طريقنا الوحيد والاساسي من هنا. اي والله هنا باين لازم اشرد. That might be an elevator. It's up there, isn't it? أنت بحاجة تشغيل مولد. أكيد يا حبيبي مو بعد السهولة. فين مولد؟ أعتقد إنه جهة الحارس ذا اللي هنا. هل عندكم المولد؟ ما أعتقد. أنا سامع صوته بس. ما ادري فينه. ما ادري عدي من عنده؟ والله ما اظن مداك. ليه يقول لي ما ادري ادخل من هنا؟ اوكي. اوكي كافو. جبت الطريق يا جماعة الخير. حلو الباب ده مفتوح. هذا واحد نايم هنا خلنا نسيبه. هلا انا ابغاك تطلع من هنا. استغفر الله. جاتني ضربة. الله ياخذه. معقول وصلت المحول؟ والله وصلت له شيء اسطوري. محرك قصدي يعني لازم اشغله. كافو هنا تشغيل. If I can find my way back to the elevator. حلو حلو. لا 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 تطعنات. شرط. أنا من فين جيت أول؟ يوم من هنا؟ خرب بيته اديت الطعنات. اهلي وفقك. انا ما فين جيت يا جماعة الخير اول. يا اخي غير البطارية. طيب بس ابغى اعالجك طيب. بسم الله اعالجه كمان. خلاص انت تمام؟ اوكي. فكر المحول. هذه فرصتي يا جماعة الخير. اوكي كافو قدام ال لا الا انت عاد. هذه اللي ما تمزح ذي. هي جاية اوكي. طلعي. يا سلام. شرط. يا حبيبي اشرد يا اخي ايش البطء ذا اللي فيك؟ حلو حلو. شردنا. والله صراحة يا جماعة الخير يعني
شغلنا ال حوله. وصلنا المصعد صراحة بطريقة حلوة. احنا اعتقد الستر لازم اوصل للكنيسة، وهذه الكنيسة قدامي شايفينها. حلو حلو، كل عليه اروح بس. بس كيف اروح؟ هم لازم انزل هنا. ساتر فين جيت انا؟ كيف كذا؟ يعني انا طحت ببير شوية. كذا كنا بفتحات التهوية ذي. اعتقد تخيل. افشي ورايا. مدري ليش دائما اتخيل انه بالمدرسة. كل مرة اجي المدرسة كل علي بس اخرج، عارفين؟ فخلاص خلنا نخرج. حلو حلو، بطارية. معناته الطريق مو من هنا، هنا بس كان في بطارية. اها، هذا زي بداية اللعبة. ويلك الظلام. بس كذا بتسوي؟ ليش اختباء؟ ما في احد يلاحقنا عشان تختبئ. كيف كذا جمع فين الطريق؟ اعتقد من هنا. انا ما جيت من هنا. كم من هنا؟ كيف كذا جمع فين؟ الباب ده ما ينفتح، والباب ده كمان ما ينفتح. عالق، اوكي. اها، خلنا نلحقها. جيسيكا. وين اختفت ذي؟ اوكي، طيب مع الشباك ده ممكن. اوكي هذيك هي. اوه جاد، جيس. يا حبيبي اشرد 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 اشرد. اوكي اوكي مشيت صح، كافو. مع الباب ذا. هو الباب مقفل. راح مدري راح الحق لين هنا. اها من هنا. جاء هنا هو والله ما ادري. والله اعتقد انه فوقي. حلو حلو، قربنا نخرج. لعبة مرعبة صراحة. بس غير بطارية. ادري فين هذا اللي قال لي راح اخليك تنزف بالفداء. ك
اوكي اعتقد لازم ادخل هنا. حلو حلو قفلنا الباب. لا من هنا من هنا والله ما ادري ايش الفت انا. بس كيف كذا ما في طريقه اخي حرام عليكم. له ضربه اوكي اوكي ضربه واحده اعتقد كان لازم ندس. اوكي ماشي صح ماشي صح يا جماعه الخير. اوه والله جبتها جبتها ما ادري كيف بس جبتها. نعالج نفسي بس ترى يطول لما يعالج نفسه. والله بس كفو جبتها مره شيء حلو. كنت متوقع اني راح اموت بس الحمد لله. اعتقد هذا ميت ما بدنا نساعده. خلنا نكمل على هنا. انا بقول نطبع على تحت. والله اعتقد راح يموت من هنا. ايوه من هنا. الحمد لله ما نقصت والله كنت قريب انقص. اللعبة دي يا جماعة الخير يعني اللي يبغى يلعبها يعني لازم يعرف ان النظام هذا في كيف يعني كذا رعب بمطاردة. خلينا نقول شيء زي كذا يعني فيها مطاردة كثير. شيء حلو الصراحة يعني صدقوني يعني شيء حلو انه اللعبة عندها اسلوبها الخاص فيها. عرفوا انه انا هنا. لطيف لسه ما شرت منهم. حلو حلو. اوكي اوكي باين من هنا. سريع سريع. حلو حلو ماشي صح ابشركم. الله وراي وقاعد يزحف الله ياخذه. والله ما ادري قاعد امشي ترى. الحمد لله هو عرف الطريق. اوه والله لساته ورايا. شوف المجرم ذا. والله خايف غيره بالطريق كذا يوقف وياخذ وقته. نكمل كذا خلاص. شوف التفاعل. هيا كفو يا اخي من فين الحين. اوكي اوكي يا لطيف اللعبه مجنونه. من هنا ويلك كنت قريب اموت. اعتقد الحين عندي وقت اعالج نفسي الحمد لله. صدقوني صدفة ترى ما ادري كيف انا قاعد اجيب الطريق. لطيف ما ادري متى بنوصل لها الكنيسة ذي. اوكي واضح من هنا.
كيف في بطارية هنا ولا هنا؟ لا لا خلاص ما في شيء. اعتقد هذه الكنيسة اللي كانوا يبغون نوصل لها. الساتر، هل في شيء اخذه هنا انا؟ الطريق من هنا يا الحبيب. ان شاء الله فين جيت انا؟ والله ما ادري فين جيت. اشوف كذا. How do I get over there? Fence. Can't climb that. Just need something to stand on. طيب لازم اجيب شيء عشان اقدر اطلع على فوق. شايفين اليد دي؟ علامة اليد دي معناته انه لازم اتسلق عشان اوصل هنا. فواضح كمان ان قربنا منها. ايوه بس اسحب ذي وخلاص يعني اطلع لفوق واوصل الكنيسه. فان شاء الله يا جماعه الخير راح نسوي شيء ذا الحلقه القادمه. كذا وصلنا نهايه حلقتنا دي. الله يعطيكم العافيه على المشاهده. اتمنى انه الحلقه نالت اعجابكم. اذا نالت اعجابكم لا تنسون تضغطوا زر لايك وسبسكرايب. انا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.